بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، التواصل يستمر والانطلاقات تتجدد شوطا ويتلوه الآخر من هنا من على أرضية هذا الميدان، وينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته الشوط السادس في مجمل الأشواط وتعدادها هنا مع هذه الانطلاقات المتميزة والحاضرة في هذا المساء. شعارات يا أبناء الغبايل وسن اللقاية الحامل لنا مشاهدين الكرام هذه الأسماء الرائعة والجميلة في هذه الأشواط المميزة على أرضية هذا الميدان. وينطلق الشوط السادس في مجمل الأشواط وتعدادها للقاية القعدان. نبدأ حضورنا الكريم مع صاحب المركز الأول ومع صاحب الصدارة ومع المقدمة الأولى غيث بشعار العوامي. من يتواجد وينطلق غيث؟ المبارك بن ناصر بن حمد العوامي المري من يحضر ويتواجد مع المركز الأول ومع الصدارة، بينما المركز الثاني هنا الغدوم المميز من قبل وانطلاقة وجود حامل رقم واحد ويبحث عن الرقم واحد في هذا المساء المميز. مشوش من يتواجد مع المركز الثاني لصالح بن حمد بن صالح الغفراني المري من يقدم لنا مشوش مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث خبير المضمرين من يحضر ويتواجد مع عتيم. من يتواجد مع المركز الثالث عبد الله بن محمد بن ناصر آل بريد المري من يتواجد وينطلق مع انطلاقة عتيم مع ثالث المراكز. لكن المركز الرابع نشاهد الأسماء الحاضرة والمتميزة في هذا المساء وفي هذه الانطلاقات الرائعة والمقامة هنا على أرضية ميدان المصير. نرى الغدوم المميز من قبل وجود وانطلاقة هذا الشعار المميز، شعار بن حثلين من يتواجد وينطلق مع أنس ناس. مشعل بن خالد بن سعود بن حثلين من يتواجد مع المركز الرابع، مع المركز الرابع يتواجد وينطلق شعار بن حثلين. لكن المركز الخامس نشوف اللي مع المركز الخامس هنا الغدوم الوصول من قبل وجود وانطلاقة من يتواجد مع المركز الخامس الخوارزمي من يتواجد مع خامس التحديات مع هذا الانطلاق المميز. إذا مشاهدين الكرام الخوارزمي يتواجد مع محمد بن جابر بن جار الله النابت المري مع خامس المراكز. إذا حضورنا الكريم مشاهدينا ومستمعينا الكرام هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز الأولى الحاضرة والمتواجدة هنا مع هذه الانطلاقة المميزة. ونرى شعارات حاضرة وغادمة لا محالة خلف دائرة الخمس المراكز الأولى تبحث عن الناموس وعن الانتصار ولم يحن موعد دخولها حتى هذه اللحظات. لكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، نعود إلى خبير المضمرين من يتواجد بناصر مع المركز الأول ومع الصدارة مع عتيم. عبد الله بن محمد بن ناصر البريدي يتواجد وينطلق مع هذا الحضور المميز مع صدارة هذا الانطلاق، يقود هذا الشوط مع الصدارة ومع المقدمة. لكن دير بالك يا خبير المضمرين العوامي واصل وغادم غادم لا محالة مع غيث مع المركز الثاني، غيث الحاضر والمتواجد مع مبارك بن ناصر بن حمد العوامي يتواجد مع المركز الثاني. 1200 يا أهل القعدان 1200 ما تبقى عن الناموس وعن الانتصار. لكن العوامي ينطلق مع هذه النجومية المتميزة والرائعة مع المركز الأول ومع الصدارة ومع المقدمة. الكيلو
متر الأخير الكيلو المثير كيلو الصراع وكيلو النزاع وكيلو الأغوياء. الله يا العوامي، ينطلق العوامي مع المركز الأول لكن بالحذرين، الغادم مع المركز الثاني، الغادم مع المركز الثاني، والغادم من المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة هنا على أرضية هذا الميدان. المركز الثاني بن حذلين، خطير بن حذلين لاكتساب الناموس، لاكتساب ناموس هذا الشوط. المركز الثالث هنا القدوم والوصول من شعار النابت وشعار بمهيرة الحاضر مع المركز الرابع، لكن الصراع بينك يا بن حذلين وبينك يا العوامي اللحظات الأخيرة. الله يا العوامي، العوامي لازال مع المقدمة، لازال مع الصدارة. أبناء الشحنية وأبناء المملكة، أبناء الشحنية وأبناء المملكة، لكن بن حذلين بن حذلين بن حذلين بن حذلين. الله يا بن حذلين، سلام للعاصمة، سلام سلام لعاصمة الرياض على هذا الفوز المميز وعلى هذا العرض الممتاز والجميل. روح يا بن حذلين، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. الله يا بن حذلين بن حذلين بن حذلين، ينتزع ناموس هذا الشوط المميز. تهانينا لأبناء الرياض، تهانينا لأبناء المملكة العربية السعودية على فوز بن حذلين وتحقيق بناموس هذا الشوط. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، تهانينا والناموس لمن حقق ناموس هذا الشوط، هو نسناس مع مشعل بن خالد بن سعود بن حذلين، من حصل على ناموس هذا الشوط بهذا العرض المميز والخيالي على أرضية هذا الميدان. تهانينا لمالك نسناس مشعل بن خالد بن سعود بن حذلين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما المركز الثاني من حل وصيفا مع المركز الثاني هو مشاهدين الكرام غيث، اللي ما قصر حقيقة، من حل وصيفا على ناموس هذا الشوط غيث المبارك بن ناصر بن حمد العوامي المري. أما المركز الثالث، ثالث المراكز، المفتي لأحمد بن عبيد بن مبارك بن عبيد